السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في طومابيت صحفية، أنا جد فرحانة بوجودي في مدينة طاطا لحضور المنتدى للإعلام الإلكتروني، والذي في الذي في دورته الرابعة التي حظيت بنجاح كبير وبحضور عدة من الدول الشقيقة، من بينها الجزائر، السودان، نيجيريا، اليمن، فلسطين، وطبعا من دكاترة مغاربة، حيث كانت نقاشات جد جيدة وفي تفسيرات كثيرة لهذا الإعلام الإلكتروني الذي لعب دورا كبيرا وتطور كبيرا خاصة في المغرب، بحيث أن يصل المعلومة في الآنية. وكذلك كانت تدخلات وتفسيرات، وأنا جد يعني متينة للأستاذ العيداني الذي سهر على هذا المنتدى لكي يصل المعلومة على المستوى الدولي والوطني، بحيث طرحت أيضا عدة أسئلة لهذه الصحافة الإلكترونية من ناحية التقنين والمراقبة القضائية، كما نتمنى من السلطات أن تحسم في هذا الموضوع، لأن هناك مواقع إلكترونية التي تمس بخصوصيات الأفراد وابتزازهم، ولهذا نطلب من السلطات بأن يكون هناك مراقبة صارمة في هذا الموضوع. واختتمت هذه الدورة بنقاشات ونقاشات جد قيمة للإعلام الإلكتروني. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نائمة الزناقي، كاتبة عامة في الجمعية في جمعية مهني الصورة التنمية والتضامن جهة مراكش أسفي، و عضو في المجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لمهني قطاع التصوير بالمغرب. هذه الفيدرالية تنشأت في ظرف وجيز تقريبا 8 أشهر، هذه التاريخ ديال النشأة ديالها، وهي فيدرالية كتضم جميع الجمعيات، ومن الأسس ديالها أنها كتعتني بأرباب محلات ومختبرات واستوديوهات التصوير، وكذلك بمهني التصوير ومحترفي التصوير بكل أطيافهم، لا تقصي أحد، وتمد يد العون لكل مصور يحمل آلة التصوير، وهي تواكب المصورين في بدأنا في المواكبة ديال التكوينات والتدريبات، وكذلك في برمجة بعض الآليات للنهوض بهذا القطاع والتنمية دياله. وحنايا في هذه الفترة هذه طرقنا أبواب عدة وزارات اللي كندخلوا في القطاع ديال اللي كتدخل في القطاع ديال التصوير، مثلا غرفة الصناعة والتجارة اللي هي كتهتم بالمحلات ديال التصوير، وكذلك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بحيث ان من بين الاهداف ديال الفيدراليه ديالنا انها كتهدف التكوينات مستمره وتكوينات اكاديميه للمصورين للحصول على
على دبلومات دبلومات تقنية. كذلك مع بشراكة الآن مع وزارة الثقافة والاتصال، حنا كنظموا نهار 22 في أبريل في هذا المقبل في هذا 22 أبريل مناظرة وطنية لقطاع التصوير في مدينة الرباط. ومن بين المحاور اللي غادي تعتني بها هي آلية النهوض بالقطاع، هيكلة القطاع وتقنينه، وكذلك مواكبة المستجدات. نعم أستاذة، على أن ما دمت أن الصحافة أصبحت صحافة المبيض، فأنا تظنني على أن المصورين اللي كيصوروا بالصورة بالمبيض حتى هما أصبحوا مهنيين في هذا الإطار. أصبح الإنسان يعتمد على الصورة بالمبيض أكثر ربما من الجهاز لاباري. أنا أظن أن هناك يعني ينقصنا مدربين في إطار الصورة بالمبيض. اولا التصوير بالهاتف النقال هو كيبين لك في الشاشه انه ذو جوده، ولكن عند طباعه هاد الصور كنلاحظوا بانها صور رديئه، والتدخل ديال الهاتف النقال تدخل في الصوره بواحد الشكل كبير لدرجه ان قطاع التصوير انضطر وعرف بزاف ديال المشاكل، وهادو هما من بين الاسباب اللي جعلتنا حنايا باش نكونوا هاد الفيدراليه ونكونوا الجمعيات باش نساهموا شويه في التوعيه ديال الناس ان الصور ديال الهاتف او لا الصور اللي كنصوروهم وكتبقى في الهاتف راه ما كنستافدوش منهم. يعني الطباعه الورقيه هي اللي كتخلينا نحافظوا على الذكريات ديالنا، والتدخل ديال هذا الهاتف ما كي قلت يا استاذ باش نديروا يعني تكوينات فيه، حنا كنحاربوه بقدر ما حنايا كنشجعوا انه التقطوا به الصور، والتدخل ديالو فعلا ساء بالمهنه، وماشي غير المهنه ساء حتى للمجتمع، لانه ولا سهل وسريع في التقاط ديال الصور. لا أستاذة، لاحظنا أن منذ تأسيس الفيدرالية زاد في ثمن الصور بالنسبة للمواطنين. هل الفيدرالية تشجع هذا القطاع على الزيادة رغم أن هناك مواطنين ربما أقول أنهم يفتقرون في الجيب، أو هنا كيف ترون تلك الزيادة؟ هل هي زيادة معقولة أم زيادة؟ حنا اولا ما كنسميوهاش الزياده في الاثمان، كنسميوها التوحيد في الاثمان. حنا كجمعيات حنا التحمنا المصورين بيناتنا واجتمعنا باش نهضوا بالصوره وباش نهضوا بالمصور، لانه الا ما كانش المصور ما غتبقاش الصوره. حنايا هاد القضيه ديال الاثمان كنشوفوها معقوله ومعقوله جدا. مثلا الا جينا نشوفوا الصوره التعريف للبطاقه الوطنيه، حنا الصوره البطاقه الوطنيه دابا الورق يعني زاد في الثمن ديالو، ما بقيناش كنعتمدوا على الالات الكبيره المختبرات اللي كانت ديال التصوير اللي كتعطينا واحد لا كونتيتي كثيره، بحيث انه التكلفه ديال الورقه التكلفه ديال الصوره كتكون ناقصه. دابا دخلوا دابا هادوك لابوراتوارات ولات عندهم بحال قلتي ما بقاوش نضطروا، ولاو عندنا دي ماشين صغار، وهذاك البابي كناخذوه بواحد الثمن يعني مهم، بحيث انه باش تكون عندنا القيمه ديال الصوره في التناول ديال الناس، وتكون في يعني اش نقول لك باش تكون في باش يكون هذاك عنده مول المحل حتى هو تكون عنده واحد شويه ديال الربح، خاصنا نزيدوا شويه ديال الثمن ونحافظوا على المصور، لان الان الى حد الان بزاف ديال المختبرات سدوا وبزاف ديال المحلات انضطرات. واللي بغيت نشير ليه ايضا انه في هذا اللي كيف قلت لك بطاقه التعريف الوطنيه كتصور مره في 10 سنين، باش دير هذيك البطاقه كدير مره في 10 سنين، وباش وبالنسبه مثلا الثمن الموحد اللي درنا 30 درهم كيبان ليا معقول في الظرف ديال 10 سنين غادير ليه لامورتيسمون غتكون معقوله. استاذه، الى حد ما تساهم الفيدراليه
في الحفاظ على المصور المهني. احنا اعطينا القيمه للمصور المهني بحيث انه اهتمنا بالمشاكل ديالو. حنا درنا عده لقاءات في مدن يعني كبيره، درنا لقاء في مدينه تواصليه مع المصورين اللي كان عدد ديالهم تقريبا 160 مصور مهني، ودرنا لقاء في طنجه اللي كانت فيه 300 مصور، ودرنا لقاء في الرباط اللي كانت فيه تقريبا 200 مصور، درنا لقاء في تونات اللي هي مدينه صغيره كانت عندنا فيه 120 مصور. احنا الاهتمام اللي درنا لهاد المصورين هو انه تنقلنا لعندهم وسمعنا المشاكل ديالهم، ودرنا لقاءات تواصليه طرحوا فيها المشاكل والاقتراحات، وخلال من خلال هاد التوصيات اللي خديناهم عند الناس، لان كل منطقه كيختلفوا المشاكل ديالها على المنطقه الاخرى. مدينه طنجه مثلا المشاكل اللي عندهم ماشي هما اللي عند التونات، كنلاحظوا مثلا التدخل ديال القاعات ديال الممول الحفلات في الصور، كيقول لك عندي القاعه وعندي المصور ديالي، يعني كيكون واحد الاحتكار. حنا كفيدراليه دخلنا مع هاد الناس ما كنقولش كنحاربهم، ولكن دخلنا معهم في حوار انه نعقدوا شراكات بيناتنا ونظموا المهنه. ودابا ان شاء الله خدينا هذوك التوصيات من عند المهنيين في كل مدينه كاينه فيها منضويه تحت الفيدراليه، وقمنا باعداد لهذه المناظره اللي غادي تكون ان شاء الله في 22 اللي غادي نخرجوا فيها بعديد من التوصيات. اول حاجه تنبغي نشكر يعني الفاعلين على المنتدى واللي سهروا واللي تعبوا على نجاح هذا المنتدى. شكرا يعني الناس نتاع طاطا على الترحاب الجميل، واش غنقول لك، لقينا واحد الترحاب بشكل اخر ومن نوع اخر. باش نجاوب على سؤالك استاذي، المنتدى ولا نقول لك المنتدى الحمد لله ناجح بامتياز. عدد الدورات الاخرى يعني كانوا الحمد لله ناجحين، ولكن هذه السنه هذا عنده واحد الطعم اخر، لانه بمدينه يعني صحراويه، مدينه جميله تتميز بعده مميزات، منها الواحات، منها الجماليه، ومنطقه تستحق انها يعني تديفلوب اكثر. فالحمد لله يعني كان الاختيار صائب، ونتمنى ان شاء الله ما تكونش يعني وما يكونش اول منتدى ولا اول نشاط في هذه المنطقه هذه، وتنتمنى ان شاء الله تكون التفاته في جميع المجالات لهذه المنطقه، منها المجال السينمائي، لان فعلا كاينين بلايص اللي يمكن يعطيو صور هائله ومتميزه اللي تميز وتشرف بلادنا. ديسما مرحبا نون. تلا اكيد ناخ سكينه من المنظمه المتدايو الا غنخ السؤال يجن سؤال ما يتزريد المتدايو يني اول. السلام عليكم. مرحبا نون. كاملين نون. المنتدى الحمد لله يجري مزيان، الحمد لله كل شيء مزيان، لا من ناحيه المشاركين، لا من ناحيه المنظمين اكيد النار، لا من ناحيه الاستاذ سي محمد العيداني، الاستاذه فاطمه وفاء، الاستاذ سي عبد الرحيم الشيباني، سي منار، سي عبد اللطيف، سهام، الحمد لله كان يجري ويوها كل شيء مزيان، لا من ناحيه السلطات كل شيء يجري بخير الحمد لله. بالنسبه انتني كامازيغ ما يتزر زعما المبادره بالنسبه انتني كامازيغ المبادره تم زوالوت المنتدى. مدينه لحد الحد المنتدى الحمد لله المنتدى الدوره الرابعه الناس ديني تقام دي طاطا أمدين تيسينم تاتا لاندي وعربني لاندي سي مازيغان إلا بزاف ميدن إمازيغان الحمد لله شاركن، وشين الآراء إنسان، وشين النظريات إنسان، الأفكار إنسان، وشين جميع يعني لان الحضور لإمازيغين لان بزاف. لنشكر إدلس نامازيغ، شكرا. مرحبا، شكرا. مساء الخير.
مساء الخير لجميع الناس الموجودين في مدينة طاطا. كنحيي واحد التحية كبيرة لمدينة أسفي اللي كان لها الفضل ديالها كبير باش أنا جيت هنا لهاد الملتقى أو هاد المنتدى الدولي للإعلام الإلكتروني اللي كيترأسه السيد محمد العيداني. حتى الشباب ديولي اللي جتهم مدينة أسفي، الفرقة ديال برو أباس أوريجينال، أعطت واحد الجو رائع جدا، لأنه هو هاد الأسلوب، هاد يعني هذا الريتم ديال اللعب هو ريتم جديد، يعني استقبلته الساكنه هنا في مدينه طاطا بواحد الاستقبال جد رائع جدا. انا يا صراحه فرحت بزاف اليوم، علاش؟ لاني تلاقيت بواحد الوجوه جد رائعه جدا، ناس طيبين يعني في المستوى، وكان حتى في الاخير في المنتدى تدخلت الناس ديال طاطا، وكانوا الناس واحد النخبه ديال الشباب اللي هي انا في الاخر انبهرت بهم، دخلت في المحل ديالها، هم شباب كانوا كيشتكوا يعني من قله الاعلام في مدينه طاطا، وكنظن بان هاد الناس اللي جاوا يعني هاد الجريده ديال الالكترونيه اللي هي ديال الاصوات، كنظن بان غتلبي الرغبه ديال هاد الناس ديال طاطا، وغادي يكون واحد الاعلام جد مريح وجد رائع جدا في مدينة طاطا، لأن صراحة حتى الجواب باش جاوبوا الناس المسؤولين على الجريدة الإلكترونية، جاوبوا بزاف مع الناس ديال مع طاطا مع الشباب، ووعدهم وعود اللي هي جد صادقة، على أساس أن إن شاء الله غادي يفتح واحد الباب كبير هنا في مدينة طاطا لهذه الجريدة الإلكترونية اللي هي صراحة أنا تنتواصل معاهم وكنت تعجبني بزاف، ولكن تحت لي فرصة باش نجي مع واحد الشاب اللي هو سميتو اشرف شناني. هذا الولد، هذا الشاب اللي كيمثل لابريس، اللي كيمثل الاصوات في مدينه اسفي. السلام عليكم. المهم الاسم الكريم عبد الودود الدحماني، عضو في مجموعه برو اباس اوريجينال. المهم برو اباس ما كديرش غير الطبوله، كدير العديد من المواهب بحال لي كلون، الكراشور دو فو، العاب ناريه، كدير بزاف ديال المواهب، الدانس المشرف على الدانس يا اميم هي اللي تتعلم الدراري الدانس. المهم حنا فرحانين بزاف ملي جينا لمدينه طاطا، هذاك